وبنكمل معاكم باقي الازمه اللي بيقوم بيها الفنانين الباكستانيين واللي بيشاركوا في اعمال فنيه بالهند، واللي جهات كتير طلبت بمقاطعتهم وطردهم من الاعمال الهنديه، وده بعد ما الازمه زادت بين باكستان والهند. قرر عدد كبير من المنتجين فعلا بمقاطعتهم لنجوم باكستان. ومن اوائل بقى الفنانات الباكستانيات اللي عانت من القرار ده كانت الفنانه مهيره خان، واللي كانت بتصور فيلم رئيس وبتقوم ببطولته مع الفنان شاروخان، وللأسف تم طردها من الفيلم وحاليا بيدور على ممثلة تانية تقوم بتصوير دورها. منتج فيلم رئيس قال ان القرار ده كان مؤلم جدا بالنسبة له، لكنه تم الضغط عليه عشان يجيب ممثلة تانية مكانها، وفعلا اضطر في النهاية لطلب المقاطعة. فيلم رئيس كان من المفترض انه هيتم طرحه في السينمات الهندية في شهر يناير 2017، لكن بعد خروج مهيرة خان توقف تصوير الفيلم لغاية لما يلاقوا ممثلة بديلة تصور الدور من الأول، وده كده هيخليهم يعيدوا تصوير مشاهد كتيره سبق وقامت بتصويرها مهيره خان. وكمان في ازمه بيواجهها فيلم اي دي الهاي مشكل، واللي كان من المفترض ان يتم طرحه في دور العرض الهنديه الايام دي، لكن لان بطله هو الممثل الباكستاني فؤاد خان فقررت الجهات السياسيه بالهند منع عرض الفيلم. وقال الحزب السياسي ان الفيلم ده مش هيتعرض غير في حالات حذف مشاهد فؤاد خان كلها من الفيلم، واكيد طبعا ده امر صعب جدا لان مشاهد فؤاد خان كتيره جدا لانه بطل مشارك في الفيلم. وتدخل النجم الهندي سلمان خان لحل الازمه دي، وكمان اتدخل شاروخان عشان الفيلمين، لكن كل محاولاتهم فشلت تماما. ده كمان احد الاحزاب الهندوسيه قامت بحرق دميه على صوره الفنان سلمان خان، وده بسبب معارضته للقرار ده وتصريحاته اللي بيقول فيها ما ينفعش اتعامل مع الفنانين الباكستانيين على انهم ارهابيين. والحزب ده قام مظاهره وهددوا فيها بمقاطعه افلام سلمان خان في حال استمراره على موقفه. سلمان خان بيقوم دلوقتي بتصوير فيلمه الجديد بعنوان تيوب لايت، واللي هيتم طرحه في دور العرض قريب جدا.